السلام عليكم ورحمة الله. خوتي المغاربة والمغربيات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله. واللي اليوم كما كتشوفوا معنا واحد الفيلاج بويبلو اباندونادو في إسبانيا، كما حال آلاف القرى والمدن المهجورة ولا اللي قربت تهجر بصفة نهائية في إسبانيا. هذا حال لوس بويبلوس ميديباليس اللي قدامين، الفيلاجات اللي قدامين في البنايات ديالهم. كما كتشوفوا الحالة، بويبلو مهجور خالي من السكان. ندخلوا كما كتشوفوا الناس كتصور هاد الحالة. كما كتشوفوا يعني ولات خربات، هاد لوس بويبلوس اباندوناتوس اللي كاينين في اسبانيا ولاو خربات، خاويين، فيلاجات قدهم قد السخط، خاويين، فيلاجات مبنيين قدامين في اسبانيا، مبنيين هذه مدة طويلة وما ليهم سمحوا فيهم هذه مدة طويلة. بلا ما نطول عليكم ندخلوا لصلب الموضوع. مرحبا بأي واحد كيشوفني أول مرة يدخل ويتابونا، وإن شاء الله غادي يستافد بزاف ديال المواضيع. شنو اللي خلانا نهضروا على الفيلاجات اللي مهجورين في اسبانيا؟ هي واحد المبادرة ولا واحد البروجيكتو دارتو الحكومة الإسبانية، دارتو كيتسمى فاميليا نوميروسا. وهذا البروجيكتو الخدمة ديالو هي كيدعم العائلات اللي عندها أبناء كثار، يعني واحد فأكثر، كيدعمهم بتخفيض في الضريبة، بتخفيض في الماء والكهرباء والغاز، تخفيض فاتورة الدراسة ديال الدراري، بتسهيل الأمور المعيشية والمادية ديال العائلات اللي عندهم أطفال أكثر. يعني هاد بروجيكتو الوظيفة ديالو أو الأساس ديالو هو تقديم المساعدة المادية والمعنوية للعائلات المتعددة الأفراد. هاد بروجيكتو خدع على العاتق ديالو واحد الانيسياتيف اللي تدارت واتفقوا عليها جميع لاس بروفينسياس كلهم ديال اسبانيا اللي كيعانيو من ديسبوبلاسيون، خداو على عاتقهم بانهم يوليو يديروا اعاده تعمير لهاد الفيلاجات المهجورين في اسبانيا، ويحاولوا يجيبوا الناس ويستقطبوا الناس العائلات ويسكنوهم في هاد الفيلاجات اللي خاويين في اسبانيا. فيلاجات بزاف، يعني ما كاينش فيلاج ولا جوج ولا ثلاثه، كاين مقاطعات اللي متضررة بزاف من لا ديسبوبلاسيون، منهم أستورياس، كاستيون، بزاف ديال الفيلاجات اللي في المناطق والفيلاجات اللي كتعاني. بلا ما نطول عليكم نزيدو نتعمقوا اكثر ونعرفوا علاش هذا البروجيكتو تكلف بالتعمير ديال هذه القرى النائيه والخاويه من الساكنه. خدا على العاتق ديالو هاد البروجيكتو باش يدير التعمير، وعطانا واحد اللائحه. كندخلوا هنا للسيت، دابا نخلي لكم السيت بعدا قبل ما نكملوا، غنعطيكم السيت ديال هاد البروجيكتو والتفاصيل اللي كيطلبوا على الناس اللي باغيين يتقدموا باش ياخذوا الوريقات ديالهم في هاد المناطق المهجوره ويسهلوا عليهم المعيشه ويلقاو الخدمه والسكن فابور في هاد القرى المهجوره. هاد السيت قدمنا لائحة كبيرة بعدد كبير من لوس بويبلوس اباندوناتوس في اسبانيا، القرى المهجورة او المتخلى عنها. غادي قدمنا عدد كبير وغادي يعطيهم لنا بالسمية وبالتفاصيل وبالمعلومات باش اي واحد منكم خوتي المغاربة بغى يستقر في شي بويبلو من هاد البويبلويات يمشي ياخد كافة المعلومات. بالاضافة للمفاجأة نخليها لكم من بعد ما نهضروا شويه، ندخلوا للمفاجأة. هي جبت لكم الفورمولاريو باش تسجلوا وتدفعوا تانتوما الدوسي ديالكم لهذا البروجيكتو ديال فاميليا نوميروسا باش يقبلكم وتقدروا تجيو لاسبانيا من خارج اسبانيا. ممكن انكم تدفعوا لهذا البروجيكتو، يعني الا كنتوا عائلات كتواجد في المغرب او في الجزائر ممكن انكم تدفعوا لهذا البروجيكتو اللي كي يهدف لتعمير القرى المهجوره في اسبانيا، وممكن تدفعوا له نتوما داخل اسبانيا كذلك. هذا البروجيكتو كيستهدف التعمير بالخصوص
وكيعطي الأولوية للعائلات اللي عندهم طفل أو طفلين أو ثلاثة الأطفال، كيقدم الأولوية للعائلات المتعددة. عاد من بعد كيهضر على العائلات اللي فيها الزوج والزوجة. نشوفوا كيقول لك بيبير غراتيس سي بوسكان فاميلياس بارا ريبوبلار بويبلوس، بغيتو تعيشوا فابور، كلشي رخيص في هاد البويبلويات اللي ماجورين. هاد البويبلو كيوفر النجم، كيقول لك هنا دي بيدو على الجران انتريس بور. المهم هاد المنشور نشروه باش يوفروا الفورمولاريو ديال لا انسكريبسيون باش تسجل وتدفع الدوسي ديالك ضمن العائلات اللي غادي يوافقوا لهم بالسكن في احدى القرى المتوفرة. غادي نشوفوا اللائحة ديال شنو بعدا كيقدموا، شنو كيطلبوا. ديروا الترجمة خوتي، دخلوا لجوجل ودخلوا السيتيو هذا فاميليا نوميروسا وديروا الترجمة العربية ولا الفرنسية ولا الإنجليزية على حسب اللغة اللي، ومن الأحسن تكون كتعرف شوية اللغة الإسبانية. كيقدموا السكن تقريبا فابور، كيقدموا الخدمة، كيقدموا تسهيلات في الأداء، تسهيلات في كل شيء. كيقدموا بزاف ديال الأمور اللي العائلات كتحتاجها باش تبدأ حياة جديدة في منطقة جديدة في بويبلو جديد. هادو بزاف ديال البويبلويات اللي كيقدموا الديور والخدمة للعائلات في إسبانيا. نبداو بأول بويبلو اللي هو ديباستادو، يعني أباندونادو توتالمنتي، واللي هو سيبول بيدا، كاين في سيغوبيا. دخل الخريطة اللي ما كتعرفش سيغوبيا فين جات وقلب على هاد البويبلو وتواصل مباشرة مع الألكالدي ديال هاد الأيونتامينتو ديال بويبلو. راه الألكالدي هو اللي كيكون كيسير كل شيء ديال أي بويبلو. الألكالدي تواصل معاه وحكي له في كوريو إلكترونيك وصيفط له رسالة وتواصل معاه وحكي له بأنك باغي تجي تسكن في البويبلو ديالو وشنو يمكن له يوفر لك من تسهيلات باش تهز العائلة ديالك وتمشي تسكن في هذا البويبلو مثلا إذا عجبك هذا البويبلو. هذا البويبلو الأول كاين في سيغوبيا. البويبلو الثاني كاين بونغا، واللي هو مشهور بزاف، وكاين في أستورياس. بونغا كيوفر لعباد الله السكن وكيوفر لهم أكثر من ذلك، خلاص ديال 3000 أورو على كل بيبي جابتو داك العائلة في الأرض ديال أستورياس. كيعطيهم 3000 أورو ديال المساعدة على كل بيبي، وكيعطيهم هاد البويبلو يلا فيه 800 ديال السكان، ما فيهش السكان بزاف يعني خاوي. وكيطلب هادي الصور الحقيقية ديال البويبلويات كما كتشوفوا. ندوزو للبويبلو الثالث واللي هو مهجور كذلك، أولميدا دي لا كويستا، كاين في كوينكا. دخلوا الكوينكا هذا ما فيهش كاع الساكنه بزاف خاوي، وكيقلبوا على عائله جداد اللي عمروه، سواء يكونوا عربيين او لا امريكيين لاتينيين، لانهما كيستقطبوا لهاد البويبلويات الناس من امريكا اللاتينيه ومن الجزائر ومن المغرب ومن تونس. حاولوا تدفعوا الدوسيات ديالكم، انا نخلي لكم الليان، دفعوا الدوسيات ديالكم وتسناوا الرد وكاع دفعوا الدوسيات وتواصلوا في نفس الوقت كما قلت لكم مع الالكالدي ديال البويبلو اللي اباندونادو في المنطقه اللي اختاريته. هذه طريقه من اجمل الطرق واقوى الطرق اللي وفرتها اسبانيا باش تستقطب عائلات وتستقطب مهاجرين يعمروا لها بلادها المهجوره. هذا البويبلو كما قلنا خاوي، هذه التصويره ديالو الحقيقيه. ندوزو البويبلو الاخر، بورتاي دي ماريا، كاين في كاستيون، تا هو كيعطي بزاف ديال التسهيلات. ديروا الترجمة خوتي وقراو. البويبلو اللي موراه لا تشيستا بونتي بيدرا، تا هو خاوي وكيدير تسهيلات كما قلنا سو فورمولا بارا ابيبار لا ييغادا دي نويبوس بيستينوس تاتو بوسيبي بيبير ان كوستم. قال لك هاد البويبلو كيوفر للناس اللي كيجيو يسكنوا فيه بانهم يقدروا يعيشوا فيه باقل من 100 اورو في الشهر. فيه كل شيء رخيص هاد البويبلو. قال لك الشرط ديالو اللي كيحط على العائلات انهم يجلسوا فيه بصفه مستمره، وكيقول لهم بان المعيشه ما كتعداش من 100 اورو في هاد البويبلو. رخيصة المعيشة بزاف
دخل فيها السكن، دخل فيها الموضوع، دخل فيها الانترنت، بانهم فيهم لا فيبر اوبتيك. الدولة الاسبانية جهزت هذه البوبلويات باش الناس ممكن يجيو يستقروا فيهم من اي منطقة في اسبانيا او من خارج منطقة اسبانيا. خوكم كنقول لكم كنعرف عائلات امريكيين لاتينيين من كولومبيا من فنزويلا، جاو من دولهم الأصلية وجاو بهذه الطريقة اللي كنقول لكم، جاو واستقروا دابا في هذا في هذا البويبلويات وعايشين حياتهم، عندهم ولد ولا بنت، وجاو والدولة الإسبانية ساعدتهم باش يجيو تل إسبانيا واستقروا في البويبلو باش يديروا إعادة تعمير ديال البويبلويات المهجورين في إسبانيا. البويبلو اللي مورا هو غرييغوس، وكان في تروال، هو معروف بزاف وكيقدم بزاف ديال التسهيلات. بلا ما نذكر لك كيقدم بزاف ديال التسهيلات، من اهمها كيكون اذا ما كانش تسهيلات ماديه كيكون اهمها السكن والخدمه وقطعه ارضيه. حتى هي بعض النوبه كاين البوبلويات اللي كيعطيوك قطعه ارضيه فين تخدم، او لا اون تيندا، او لا على حسب المشروع انت اللي باغي دير، لانك كتناقش معاهم وكتهضر معاهم وكتهضر مع الالكالدي ديال داك البويبلو، وكتشرح له شنو هما المهن اللي كتعرف دير وشنو غادي دير وشنو الافاده اللي غتزيد في داك البويبلو وعلاش باغي تمشي له. المهم خص يكون عندك شويه ديال اللسان باش تجيب راسك وتعرف تدبر على راسك، وانت جالس هنا في المغرب او لا جالس في الجزائر او لا جالس في تونس تقدر تدبر على راسك وانت في بلادك، وتواصل مع الالكالدي ديال اي بويبلو كما قلنا. عقلو خوتي معايا، هذا بينوسار كاين في ليون، شوفوا المناظر فين غادي بويبلويات في مناطق نائيه ومعزوله، ولكن الدوله الاسبانيه وفرات فيهم جميع متطلبات الحياه. تابانيرا دي سيراتا هذه كاينه في بالنسيا، بالنسيا اللي هي هذا فيلاج ميديفال كما كنقولوا من العصور الوسطى، فيلاج مسيحي من العصور الوسطى قديم وابندونادو. ضروري غادي يكونوا داروا تسهيلات فيه كبيره، تسهيلات ديال كما قلنا ديال هذا الشيء ديال الخدمه والسكن. فابور خوتي تحركوا، ساردون دي لوس فرايلس سلامانكا، كاين بزاف ديال الفيلاجات انا عطيتكم دخلوا، هادو كلهم فيلاجات اباندوناتوس خاويين من البشر، والدوله الاسبانيه كتسعى للتعمير ديالهم. يعني قدم اخذ الترشيح ديالك، دفع دخل ودفع الدوسي ديالك. انا نخلي لكم هادو كلهم الصور الحقيقيه ديال هاد الفيلاجات كما كتشوفوا. هذا راه تورماليو كاين في ايبياس في استورياس. استورياس من اكبر المقاطعات اللي كتعاني، رغم الجمال ديالها كتعاني بسبب الطقس ديالها من الناس كيسمحوا فيها وكيمشيو للمدن الكبرى، البوبلويات كيخواو وكيبقاو اباندونادوس. كاين مناطق في اسبانيا اللي فيها البروده بزاف، الناس ما كيحتملوش يعيشوا فيها. كاين الناس اللي كيفضلوا يمشيو للمدن. انت باش دير الورقه ديالك وتستقر في اسبانيا انت والعائله ديالك، ما عليك الا انك تختار شي منطقه زوينه كتناسبك وتقدر تعيش فيها انت والعائله ديالك. هذه بورغوس حتى هي كتعاني من لا ديسبوبلاسيون، ها فيلاج هذا انسسترال فيلاج ميديفال من العصور الوسطى خاوي، ولكن مفرن فيه جميع ظروف الحياه. هذا سان رومان دي كارنيروس ديال لا ريوخا في الشمال كاع الاسباني. هذا في مالاغا، يلا هيا مالاغا فيها بويبلوس اباندونادوس، هانتوما شوفوا كامبروبين لا ريوخا تامبين. زيد دوز راه كاين هذا سيتيو كريادو من طرف الحكومه، يعني اي فيلاج كنعطيه لكم راه تحتو الرابط ديال الالكالدي ولا الرابط ديال الايونتامينتو ديال البويبلو باش تدخلوا وتواصلوا مع الالكالدي وتشرحوا له الظروف ديالكم وتخبروه بانكم عوالين باغيين تجيو لاسبانيا بهذه الطريقه. وان شاء الله بزاف ديال الناس، والله والله اللي شانو عظيم، اذا بزاف ديال الناس اللي مشاو بهذه الطريقه وضاربين الطم وما كيهضروش. عائلات كتنتقل من الدول الاصليه ديالها باش تعيش في اسبانيا، حسين بسي ما كيديروش الحس وما كيبارطاجيوش المعلومه مع خوتهم. خويا الى عجبك الفيديو لحد الان دير لايك ودير ابوني وبارطاجي الفيديو مع اصحابك.
هنا أتستفد في هذا السيت مزيان. دخل لهذا السيت ترحمني عليه، فيه أكثر من جميع الإحصائيات الرسمية ديال أي بويبلو ولا مدينة، هذه في لا سيودا دال ريال، هذه في ييدا، هذه في تيرويل، هذه في كاستيون. كاين بزاف ديال البويبلويات اللي كيعانيو، بالنسيا كيعانيو من لا ديسبوبلاسيون. دابا ما نطولش عليكم، قلنا ما كاين، قدمت ليكم هاد الفرصة الذهبية اللي كنصح أي مغربي أو لا أي جزائري أو لا أي مهاجر بغى يسوي الوضعية ديالو، ينتقل لعين المكان إذا كان في إسبانيا ولا إذا كان في الدولة ديالو الأصلية، يعمر الفورميلاريو. هنخلي ليكم في الرابط السيتيو الرسمي ديال الموقع، ودخلوا له وعمروا الفورميلاريو، هو هذا الانسكريبسيون بارا ريبوبلاسيون دي بوبلوس دي اسبانيا. اتعمروا الفورميلاريو، ما كيتطلبش شي حاجه، كيطلبوا منك داتوس بيرسوناليس، يعني في الاولى دير الاسم ديالك والكنيه ديالك وتاريخ الزياده ديالك، في الثانيه اتعمر البلد ديالك والمستوى الدراسي ديالك، الاعمال الخدمه اللي كتعرف ديرها. المرحله الثالثه كتعمر سيتواسيون فاميليال، واش مزوج، كيعطيو الاولويه للناس اللي مزوجين، يعني كيفضلوا يعمروا هاد البوبلويات بعائلات ماشي بعزاره. يعني اخي الكريم، دير انت اذا كنت عزري، دير المحاوله ديالك وطلب خدمه في هاد البوبلويات وسير، غادي يوفروا لك السكن ان شاء الله بحول الله. المرحله الثالثه كما قلت لكم كيديروا غير لا سيتواسيون فاميليال، كتقول لهم واش مزوج، شحال عندك ديال الدراري، شحال العمر ديال الدراري، واخيرا كتكمل وكتدفع الدوسي ديالك وكتسنى الرد من هاد السيتيو اللي هو كونفيرمادو واللي سيتيو تابع للدولة الإسبانية. مشروع هذا بروجيكتو، بحال كنقولو بروجيكتو، دارتو الدولة باش تعمر القرى المهجورة داخل التراب الإسباني. ونتمنى نكون فدتكم بهاد المعلومات، واللي هذه طريقة حصرية باش كيمشيو العائلات من الدول ديالهم وكيمشيو لإسبانيا بطريقة سهلة، ما كيخسروش الفلوس، وكيمشيو وكيلقاو الامور موفره لهم، تسهيلات في السكن، تسهيلات في الخدمه، تسهيلات في الاداء، تسهيلات في المعيشه. ممكن اخي تطيح في البويبلو ديال الاحلام ديالك، ممكن تبدا حياه جديده وصفحه جديده. الى عييتي دور الصفحه وبدا حياه جديده. تحيه طيبه والسلام عليكم.